ممكن نشتغل اذا خدنا مهياتنا. بقالنا شهرين ما خدناش قرش واحد يوحد ربنا. لازم نشوف لنا حل مع صاحب الجريده دي. لازم يدفع لنا المتاخر النهارده، يا اما نسيب له المطبعه ونمشي. ده كلام سليم ده. جرى ايه يا اسطوات؟ المكنه مش دايره ليه؟ عايزين فلوسنا يا حاج، عايزين تعبنا، عايزين عرقنا. يا جماعه مش كده، الدنيا يسر وعسر، النهارده مفيش فلوس بكره يكون فيه. الصبر مفتاح الفرج. صبرنا كتير يا عم مبروك افندي. الله، احنا ورانا عائلات، ورانا مسؤوليه. ما انا عارف، لكن برضو الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، وعند الشدائد تعرف الرجال. يا عم سيبك من كلام الفارغ اللي ما ياكلش ترمس ده، احنا نستعين من الشعر لما نقبض كل حقنا. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا استاذ طاهر. بلاش تفكرني بالنور، احسن قطعوه من بيتي امبارح. نورك كفايه يا علامه. متشكر. في ايه يا استاذ؟ عايزين فلوس. فلوس؟ سلام قولا من رب الرحيم. استغفر ربك بسرعه يا ابني. ليه هي فلوس حرام؟ ده شقانا وعرقنا. ايوه يا ابني، الفلوس تذل النفوس، الفلوس متاع زائل. وبرضه الاستاذ طاهر هيدفع لكم حقكم. طبعا طبعا. وهو انت هتاكل عليهم حقهم؟ حاشا لله. ويهونوا عليك برضه؟ حاشا لله. ومعاك فلوس دلوقتي؟ حاشا لله. انا مش هنقبض حاجه دلوقتي. هتقبضوا والله، بس الراجل متعهد الجرايد هيقبض الفلوس بعد التوزيع وهيجيبهم لي وانا قبضكم على طول. خلاص اطمنوا. اهو المتعهد وصل. فوري جد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ناولني. اتفضل. ايه دول؟ المرتجع. كم واحد؟ الاعداد اللي ما اتباعتش 4000. 4000؟ يا نهار اسود، ده انا طابع 2000 تجيبهم لي 4000 ليه؟ فقسوا ولدوا؟ لا، ما هو ده المرجوع بتاع العدد الاخير والعدد اللي قبله. يا نهار اسود، يعني ما اتباعش منهم ولا عدد؟ ولا عدد. تسمح بقى ب10 ساعة عشان الشيال كمان؟ الحقني من الشهادر. تشجع يا استاذ، تشجع. اسمعني، انا مستريح في مكتبك. سلامتك يا استاذ، سلامتك يا شد حيلك يا استاذ. انا بقى في حيلي انشد. الجريدة فيها مقالات رائعة وخطب نابغة وترجع لي كلها راجعة. بكرة تتعدل يا أستاذ، أصل الناس اليومين دول ما بتحبش النصايح والنقد اللاذع، بتحب تقرأ النكت، تتفرج على صور خديعة. أستغفر الله والعياذ بالله، أنا وهبت نفسي لمحاربة الخلاعة والنيوعة، أنا عدو الهلس رقم واحد. أيوة فعلا يا أستاذ، في الحقيقة مقالاتك النارية عن الرأس والخمر والفجور والخلاعة تثبت انك راجل حمش، انك راجل صاحب مبادئ شريفة. ونعم المبادئ يا مبروك افندي. علشان كده لازم تستمر في كفاحك العظيم مهما تحملت من عذاب. الانسان الشريف يتحمل كل انواع العذاب والجوع في سبيل انتصار المثل العليا. اثبت يا راجل، اثبت. انا ثابت زي الجبل يا مبروك افندي. اسمع مبروك افندي، انت تحفة، انت رائع. خلاص انا رايح اعينك رئيس. رئيس؟ رئيس على مين يا استاذ؟ ده انا المحرر الوحيد في الجريدة. رئيس على نفسك، انت هتكون المحرر الاول والثاني والثالث والرابع، يعني هتكون رئيس على 4 محررين. اشكرك يا استاذ طاهر، في الحقيقة أنا معجب جدا بكفاحك العظيم في سبيل نشر الفضيلة وقتل الرذيلة. أيوة بس أنا الفقر حيقتلني يا مبروك أفندي. وماله؟ تموت شهيد، كل أصحاب المبادئ ماتوا شهداء. تعجبني. اتفضل يا أستاذ. إيه ده؟ جواب استقالة. استقالة؟ أنت عاوز تستقيل يا مبروك أفندي؟ أيوة، أدور لي على شغلة في جريدة تانية آكل منها عيش، ما أقدرش أعيش على لحم بطني. إزاي يا مبروك أفندي؟ أنت اللي عمال تنصحني بالصبر والكفاح والشجاعة واحتمال الجوع، تقوم تتخلى عني؟ النصايح دي علشانك أنت، لكن ما تنفعش معايا أنا، لأني ما أقدرش أستحمل أكتر من كده. سلام عليكم. لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. اللهم اكفنا شر الدائنين والمطالبين، آمين. ألو، بيتنا؟ بيت الفقر يا بيتنا؟
عاوز ايه؟ ما انا لسه خارج منك دلوقتي. خير ان شاء الله. هو خير بحساب ده؟ خير يسد الباب. الجزار مش راضي يدينا اللحمه شكك، والخضر يشرحه، وبتاع العيش تابع ما قبله. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اعملوا رجيم جوعوا وتصلحوا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. استنى شويه ارجوك يا حضره، تاجل البيع لحد ما يرجع جوز الاستاذ طاهر، يمكن يدفع لكم الفلوس. مفيش مانع، هنرجع بعد ساعتين، يا الدفع يا البيع. حاضر. يا دي الحوته، يا دي اللقطه، ما شاء الله على خدامين اخر الزمن. جايه تشتغل الساعه 10؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صلاه النبي احسن. الاسم خدام وانت ما بتعمليش اي حاجه، وانتوا كمان ما بتقبضونيش اي حاجه. اخرس يا قفع لسانك، امشي لما الغسيل ودعك ان هتلدعك جوزك في الارض. طيب فقر وعنطزك تكون في التنينه. يا لهوي، ايه اللي انت لبستها ده يا مضروبه؟ ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ يا ندمتي يا ندمتي. دي ملابس تلكوريه يا ماما، دي ملابس تهتكيه، دي ملابس قله حياه. منين جبت الفستان المسخره ده؟ اتكلمي انطقي. بنت صاحبتها عيد ميلادها النهارده وعامله حفله تنكريه، وانت قلت ملبس الفستان الاسبانيولي ده. هو يا خجلتك حمى اسبانيولي، تعرفي لو ابوكي شافك لابسه الهدوم دي هيقطعك حتت. يا ستار يا رب يا غفور يا رب، ايه اللي انت عاملاه في دراعاتك يا متبجحه يا متوقعه؟ وفيها ايه يا سيدي؟ فيها جريمه تحريض على الفسق، اظهار لحمك البض امام اعين الرجال، جريمه لا تغتفر. انت ازاي تسيبي دراعك؟ انت عايز اغسل لك الغسيل وانا لابسه جوانتي بست زراير؟ ما عنديش مال. اخرسي يا سلاله ابليس اللعين، غطي دراعاتك الفاجره. يا ريت هتأثر يا عمر، نازلين فيها شخط ونصر ويقبضوني صدر ويسيبوا سطر. اخرسي يا قلة الأدب، فين ستك؟ فاصل مضمضي الهدى. يا غفور يا وهاب يا حفيظ يا فواز. فقر وعنطزك تكون ست النيلة. يا بوليس الأدب، إيه المنظر الكريه اللي أنا شايفه ده؟ إيه المنظر الخطير اللي أنا شايفه ده؟ دي بسلامتها الشيخة رمانة. الشيخة رمانة؟ أتاريها مفرطة في أخلاقها، اصرفيها إير عليها عديت يا سيدي. دي صاحبة الفضيلة بنتك. هدى؟ أيوة يا بابا. يا أخي منعول أبوكي. يا بنت بدل ما الاقيكي خارجه من الصلاه الاقيكي خارجه عن الاداب العامه. خارجه عن الاداب العامه ليه؟ ما انا لابسه فستان اسبانيولي. وتلبسي اسبانيولي ليه؟ هو ابوك الاستاذ طاهر ولا الاستاذ فرانكو؟ قال ايه؟ معزومه في حفله تنكريه عند بنت صاحبتها. وكل البنات المعزومين لابسين ملابس تنكريه، اشمعنى اللي مش هكون لابسه زيهم؟ بذمتك انت دلوقتي لابساه؟ امال هيبقى شكلك ايه وانت قالعه؟ يا ناس افهموني، احنا دلوقتي في عصر الذره، في عصر التلفزيون، القمر الصناعيه، الدنيا اتقدمت اتنورت. ادوني فرصة واحدة بس اتسلى فيها. هو انت ما بتتسليش؟ ما انت رحت السينما امبارح الساعة 3. يعني ايه؟ ما رحت السينما اللي جنب البيت. عفوك وغفرانك يا رب، ازاي تسمحي لنفسك وتروحي السينما اللي جنبنا؟ وفيها ايه؟ فيها فيلم. امال السينما هيكون فيها ايه؟ ذكر؟ طبعا فيلم. فاهم فاهم، بس السينما اللي جنبنا فيها فيلم يحتوي على ستات عريانين. ابدا يا بابا. ابدا ازاي اذا كنت انا شايفه 9 مرات؟ يا وقعتك السودة، انت بتتفرج على افلام قبيحة. امال انتقدهم ازاي؟ احمل عليهم ازاي؟ انا زي الدكتور، لازم اشوف المريض عشان اشخص المرض. والدكتور ده ما يلزموش واحدة ممرضة؟ ليه ما خدتنيش معاك؟ استغفر الله والعياذ بالله، عيب يا صالحة عيب. بابا ان جيت الحق انت زودتها قوي. زودتها يعني ايه؟ كل بتوع الحتة عاملين عليه غنوة. غنوة؟ غنوة يعني ايه؟ ما اقدرش اقولك. قولي قولي يا هدى، قولي، ما تخافيش قولي. حاضر هقول اهو. هما بقى بيقولوا ايه؟ الشيخ طاهر زعلان، عامل عفريت نسوان. خسرتي، يقولوا اللي يقولوه، يغنوا اللي يغنوه، انا ثابت على مبدئي. على كل حال انا ما رحتش السينما لوحدي، لكن معايا نبيل المثل. انعم واكل، يعني رحتي مع العن واخبث مخلوق على وجه البسيطه. انا ما شفتوش، هو راح فين؟ ولا انا ما شفتوش، لازم نايم لحد دلوقتي. حلو، يعني ما راحش الشغل. انا لازم اربي الولد الفتان ده. طب ممكن اروح الحفله بقى والنبي؟ ايه تخش تقلعي ملابسك في الخليحه دي وتلبسي ملابس حشمه، فاهمه؟ تعالي معايا يا صالحه.
احنا صغيرين. اتفضل اقراهم وشوف ايه اللي فيهم. يعني حيكون فيهم ايه؟ عواطف، لمون، جوابات، مطالبات وحجوزات من الديانة. هعمل ايه؟ والنهارده بعد ما خرجت جه واحد محضر علشان يبيع العفش. يا ساتر يا رب، ايه الخير اللي بيرخ عليا ده يا رب؟ على العموم يفرجها ربنا يا صالحة. اذا كنت منتظر ان الفرج هيجيلك عن طريق جريدة انوار الفضيلة بتاعتك يبقى الفرج هيغيب قوي. انت بتقولي ايه يا صالحة؟ دي الجريدة في تقدم مستمر. انا فخور جدا بجريدة انوار الفضيلة اللي هي اكبر مطهر فعال للاخلاق. اقعدي لما بقى امليكي بقية مقال امس. اكتبي. قول. إن قوة عزيمة الشعب هي التي ستمكننا من التغلب على الفجور والخلع. أي نعم، هو نعم أي. فالواجب يدعونا لمحاربة الخليعين والخليعات والشاربين والشاربات والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات. كويس قوي. نعم أيها السادة، يجب إغلاق الفساتين المفتوحة ويجب مصادرة الأجسام المفضوحة ويجب محاكمة كل خليعة على مفضوحة. فإن الواجب يدعو عنه. ايه؟ عمتي والنبي صحيح؟ يا طارق الله لازم أباح أنه جاية تدفع للسلفية. هي فين؟ هي فين؟ صباح شريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضلي يا عمتي. اتفضلي استريحي. يا شكرك. اتفضلي. ممنونية. اتفضلي يا عمتي. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي استريحي. اتفضلي يا عمتي. ده أنت أنست وشرفتي. اسمع عليك، اسمع عليك. أستاذ طاهر. أفندي. حضراتكم أكتب في جورنالات. إذا إذا حضراتكم اكتب في جورنال بتاع حضراتكم مادموزيل غندورة هانم مش اقدر نام ليل ولا بعض الساعات. ايه؟ في اكلانات برغتان. يق. ايه؟ تعبانات. يق. عيانات. يق. فقط مش اقدر غمض عين، مش اقدر استغرق في نوم لذيذ من خطة مزيكات. مزيكات؟ مزيكات ايه؟ عمارة بتاعنا جنبو عمارة مش بتاعنا. في عمارة اللي مش بتاعنا في موجود واحد كباري اسمه كباري عشاق. سكان عمارة بتاعنا ابعت لي انذارات علشان اظل. هما كل مش اقدر نام من رامين سجد مزيكات ضربوكات. ولا يكون عندك فكرات. انا هنفقعهم لك واحد مقالات متعمق جبخانات. بعد كده مفيش لا رقصات ولا حلم بوحات. يعني مش هتسمعي ولا هتشوفي حاجة ابدا. الفت بس انا ظروفي بطالة وعاوز منك مساعدات. مساعدات زي ايه طاهرة فندي؟ واحد شيكات صغيرات سلفيات. سلفيات؟ ايضات. امان يا ربي. قلبي اطبقي. روحي اطلعي. لا لا، بسم الله بسم الله. مش عابد هاجة. مش عابد. مش عابد حاجة. لا مش عابد. الحمد لله. شكرا لله. قلبي نعمش. روحي ادخل. انا اخرج. اذ ربما انت اطلب فلوس كمان. اذ ربما يا اختي. اذ ربما. سلام. سلام يا اختي. مع السلامة. مع السلامة. يق. انت مش بصلني. انا اخرج بعدي. انا بعدي. اعوذ بالله. دي بخيلة قوي. اخ ابخل من البخل واجوع من الجوع. مع انها غنية جدا. هي بس ما تنسيش انها عذراء جدا. بلغت من العمر 60 سنة ومحدش اتجوزها لحد دلوقتي. ايه في ايه؟ تلغراف يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حي الله الله. ايه الله. الشيخ فاضل الحنبلي. هو الاستاذ فاضل الحنبلي جوه التلغراف؟ لا، اصله هيوصل النهارده من اسكندريه عشان يحضر مؤتمر تطهير الاخلاق. اصله هو يبقى رئيس جمعيه تطهير الاخلاق. انت دعيته يجي عندنا؟ ايوه، وهيقعد عندنا هنا اسبوعين على الاقل. يا خدتك اللي من وسع.
تعزم راجل مهم زي ده واحنا على البلاطه؟ ايوه بس كمان ما صحش ننزل راجل زي ده متدين في لوكندا فيها ناس اشكال والوان. ونعمل ايه دلوقتي؟ نعزمه على ايه؟ حنوكله منين؟ منين؟ توفت الى رحمه الله السيده زكية عبد السلام الشهيره بجمالات شيكو بيكو صاحبة ومديرة كباريه العشاق. يا حرقة قلبي عليها. شد حيلك يا معلم دمعة. مش قادر يا استاذ، مش قادر. مراتي ماتت وسابتني وحداني، انا بقيت ارملة. معلش ادي حال الدنيا. اقرا يا استاذ اقرا. وقد تركت المرحومة شيكو بيكو ثروة تقدر بخمسين الف جنيه. الله يرحمها ويحسن اليها. كمل يا استاذ كمل. واوصف بهذه الثروة للشخص الذي كانت تكرهه جدا لانه حاررها في حياتها، وهو الاستاذ طاهر عبد الظاهر صاحب جريدة انوار الفضيلة. ايه ده؟ بتقول ايه يا استاذ؟ كل حاجة طاهر عبد الظاهر دي مجنونة، دول لازم يحطوها في مورستان جهنم. ما هو الاستاذ طاهر قريبها المرحوم تبقى خالته لازم. طب ما انا جوزها لازم اطلع من البولك بلا حمص. ما كتبتليش حاجة. استنى على رزقك. طب اقرا. ولكي، خد بالك من لكي دي قوي. واخد بالي. ولكي يتسلم الأستاذ طاهر عبد الظاهر هذه الثروة، تشترط عليه أن يحافظ على كباريه العشاء الذي يحمل اسم السيدة شيكو بيكو، وأن يشتغل مديرا لهذا الكباريه. فهمت؟ أبدا. بقى الأستاذ طاهر مشهور بأنه ألد أعداء الرقص والخلاعة، وبيطلع جريدة مخصوص علشان يحارب علب الليل وصالات الرأس. فالمرحومة عملت الشرط ده علشان تخلي الراجل عدو الرأس يشتغل مدير صالة رأس. طب وانا مالي ومال كده؟ انا حورس ايه؟ بدلة الرأس بتاعتها؟ اسمع بس. نعم قول. ولما كان من المستحيل ان يقبل الاستاذ طاهر هذا الشرط الذي يهم المرحومة تنفيذه، فقد كلفت زوجها السيد جمعة الارندلي بإقناع الأستاذ طاهر بقبول هذا العمل، وفي حالة نجاحه يكون مستحقا لعشرين في المية من تركة المرحومة، يعني 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ليا أنا؟ أيوة، إذا قدرت تأثر على الأستاذ طاهر وتخليه يشتغل مدير الكباريه. ده أنا أثر على جده، أنا عندي لسان أطول من لسان حضرتك يا أستاذ. أنا هكتب لك عنوان بيته وعنوان الجريدة بتاعته، وأنت وشطارتك يا تطلع سبع يا تطلع ضبع. سبع من ظهر السبع دول 10,000 جنيه يا استاذ. سلام عليكم. مع السلامة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا عليلا جليلا. امال فين اخي وصديقي حضرة الاستاذ؟ وصل لحد الجريدة وزمنه بي حالا. اللهم ارجعه بالسلامة يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنه مكسور فلا أجلسن عليه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. أتعلمين يا سيدتي أنني كدت أتأخر اليوم عن موعدي؟ أجل فإن صديقا لي دعاني اليوم في مستنقع الغضنفر. كنت معزوم في مستنقع؟ لا، مستنقع الغضنفر اي بركة السبع. بالنحو يعني. ايوه ايوه. بقولك استنى لما اقول للسيد. ما استناش. عن اذنك دقيقة واحدة. يا جدع انت بقولك عندي مظلوم. وانا عندي اوامر لازم انفذها. حضرة المحضر بعيد نشيل الموبايل. فين الصالون؟ استنى شوية. ما اقدرش. يا فتح ما تزحقش وبوطي صوتك. في عندنا ضيف مهم بلاش اضيع قدامه. ما اقدرش. فين الصالون؟ والصالون لازمته ايه دلوقتي؟ حضرة المحضر انا نزله الاول. طيب خلي الصالون بعدين. اهو يلا. قوي 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 يا قوي. لا مؤاخذة يا استاذ، اصل المنجد بعت ياخد الكنبة علشان ينجدها. انت انستنا قوي يا استاذ. كم انا سعيد بنزولي في ضيافة صديقي وحميمي واخي سيادة الاخ
الأستاذ طاهر عبد الظاهر حامل لواء الفضيلة وعنوان الآداب. ماما نار 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 يلا يلا نشوف شو ولينا. انت مستعجل كده ليه؟ شغل الشغل استهان. اتفضل قول. يا دي الكسوف يا اخواتي، اتفضل هنا يا استاذ على الكرسي اتفضل. حاضر. بيبي. نعم. بقى الآنسة اللطيفة اللي كانت هنا تبقى مين؟ بنت الأستاذ طاهر. أيوة يا أستاذ. يا لها من تحفة مباركة نادرة، وهل هي مخطوبة؟ لا يا أستاذ. يا للسعادة يا للسعادة، أرجو الله أن تكون من نصيبي. يحصل لنا الشرف يا أستاذ. شكرا شكرا. عن إذنك يا أستاذ. إيه على فين؟ يا دي الفضيحة. اتفضل يا أستاذ، اتفضل هنا يا أستاذ. إيه على الترابيزة؟ مؤقتا يا أستاذ مؤقتا. حاضر حاضر حاضر. إنها نادرة هذه القوقعة. عن إذنك أستاذ. تألمت كثيرا، تألمت كثيرا في أفى الظهر. أنت واخد ديني عشان تنجدها كمان؟ نجدها يا أستاذ، إحنا بنشيل العفش تحت عشان المزاد. مزاد؟ مزاد إيه؟ أصل العفش محبوس عليه. أوي. محجوز عليه ازاي؟ ايتها السيدة الفاضلة، مش كنت تقوليلي احنا حنكون من افراد عائلة واحدة؟ اصل صاحب البيت حاجز على العفش لاننا متأخرين في كام شهر. طيب ما قلتليش ليه؟ ايه اهمية الفلوس؟ قوليلي قوليلي بس. هو المحتفظ تحت. ما يصحش يا استاذ، ما يصحش. ما يصحش ازاي؟ انا هدفع له الفلوس حالا. الصديق يعرف عند الضيق. ما اجمل كريمتك يا سيدتي، ما اجمل كريمتك. نار 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 نار. هما بياخدوا العفش بتاعنا ليه يا ماما؟ صاحب البيت كان حاجز علينا. يا خبر، يعني خلينا على الارض؟ لا، الاستاذ فاضل نزل يدفع للمحضر الفلوس. ده لازم راجل طيب قوي يا ماما. طيب وابن حلال، وان شاء الله هيكون من نصيبك. يكون ايه؟ ايه كلام الفريد يا ماما؟ هو كلمني في الموضوع ده دلوقتي، وطبعا هيكلم ابوكي. مش ممكن توافقوا على الكلام ده. انا مخطوبه تقريبا نبيل ابن عمتي. نبيل ده التلفان الفزان بتاع الكبرهات. ايش جابوا للاستاذ فاضل الحلمبلي الراجل الطيب الصالح الامير الشريف؟ مش ممكن اوافق، مش ممكن. تقدري تقولي الكلام ده لابوكي؟ اقدر. او هو فين بابا؟ ارندل. ونعم، من نجوم المجتمعات الراقيه. ولا فرخ. تقصد تقول ولا فخ؟ ما تدقش، الحروف هي هي، فنطها على كيف. على العموم انستنا يا معلم. معلم اسحبها، الحاسها بلسانك، امسحها باستيكا. انا منجم ده، انا مليونير، انا قفا خان. انستي يا قفا خان. اتفرج على الورق ابو مدنى، شبره عينيك بتحف الاهل البنكي. ايه ده، ورق فلوس؟ امال ورق عنب؟ فلوس يا بني جاموس، فلوس. حد يسندني، حد يفوقني، حد يطلبني الاسعاف. مالك انت هتسورق اوام كده؟ ما تجمد. حد يشوف الفلوس الفتاكه دي ويجمد يا ابو دم متجمد. الله، ما تبقاش خارع كده امال. امال لما تقبضهم كلهم هتعمل ايه؟ ليه؟ هي الفلوس دي على شان شان شاني؟ على مهلك، وانا هفهمك الحكايه من طقطق لجود باي. لا، ابتدي من جود باي وخلي طقطق للاخر. روحي يا شيكوبيه. بس ما تجيبش سيره الاسم ده هنا، ما توسخش حيطان المكتب بالاسم العره ده. اهدي، مش خالتك؟ حد يتبرى من خالته؟ انا متبرى منها الى يوم القيامه. أرجوك ما تقولش اسمها علشان أنا مخبي عن أهلي القرابة المخجلة دي. اخيه على أصلك العفش. هو الأصيل ينكر خالته؟ طب ده لو خالتي كلب كنت أقول لها هاو هاو يا طالب. خلاص حلال عليك، خدها خالتك أنت، إنما أنا يستحيل أنتسب لها. دي وصفة، هي صحيح أخت أمي، إنما بقعة سودة في تاريخ أمي. طفشت من 15 سنة واشتغلت في أعمال مشبوهة، ولذلك احنا ما نعرفش هي فين ولا مصيرها ايه. أرجوك
ده كويس اوي اوي. روحي يا شيكو ميكو. ماتت الجمعه اللي فاتت في ديسليون ده الى جهنم وبئس المصير. اخي ده انت قلبك حجر، ده انت عواطفك دباشه يا جدع. استنها على دمك وقرانها الفاتحه. فاتحه بحالها دي خساره في جدتها البسمله. يا بني ادم يا بني ادم، دي سايبه تركه 50,000 جنيه. والله لما يكون ايه 50,000 جنيه، ده انا هجيب لها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، هجيب لها الشيخ الشعشاعي، هجيب لها المرحوم الشيخ رفعت. الفاتحه على روحها يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين امين. يعني ما انتش متبري منها؟ حد يتبرى من خالته؟ دي الخاله والده بني ادم. لا ووالده ايه؟ 50,000 جنيه يتربوا في عزك. ادهم لي لايمهم لي، مش عاوز فكه. طب استنى ما تتسرعش، طول بالك. اصل ال 50,000 جنيه دول مش ليك لوحدك، فيه معاك واحد شريك هياخد منهم 20%. شريك؟ ومين هو الشريك؟ افهمك، خالتك الله يرحمها كان لها جوز. ومين هو الحمار ده؟ انا. حضرتك الباقي حياتك يا جوز خالتي، شد حيلك يا جوز خالتي. ايه دنيا جوز خالتي عليا، فين التركه بتاعت خالتي يا جوز خالتي؟ ما حدش واخد منها حاجه. التركه؟ لا الدنيا. لكن التركه كلنا لها. لا وانت الصادق كلها لنا يا سيدي. ما تدقش الحروف، هي هي، وابقى فنطهم انت على كيفك. لين على نصيبي. علمك اما فهمك يا سيدي. انت جاي تفهمني النهارده وهتقبضني بكره ما تخلصني. ما تطول بالك امال. والله بقى ال 50,000 جنيه اللي سابتهم خالتك مش كلهم نقديه. امال ايه؟ النص نقديه والنص املاك. يعني انا دلوقتي من ذوي الاملاك؟ ولا كلمه. ده انت من اهل الجنه يا خالتي. الفاتحه على روحها راجل كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام يا وكيل. انا جيت لحضرتك 20 مرة علشان الفواتير بتاعت الورق. هتصرف مننا امتى؟ على العموم يا ابني فرجت، فوت عليا بكره وانا هقبضك على طول. لسه هستنى لبكره؟ لا ما تستناش. تحسبك كام؟ 150 جنيه بس والفواتير يا بنتي. مية وخمسين جنيه هم. 50؟ 50. متشكر قوي. وادي الفواتير. مع الشكر. السلام عليكم. مع السلامة. أنت عملت كده ليه يا جوز خالتي؟ وأنا عملت حاجة من عندي. البركة في المرحومة خالتك. يا سلام. يا مليون رحمة على عينيها. يا سنكليون رحمة على جفونها. فلوسنا يا أستاذ. أديه حسابنا. جوز خالتي، مش ممكن آخد منك 100 جنيه على الحساب؟ جوز خالتك ومحفظة جوز خالتك تحت أمرك. ربنا يخليك. اتفضل. ادي ال 100 جنيه. خد عيني. لكنهم لكم. لكن ده كتير، ده كتير قوي. معلش ما انتوا كمان صبرتوا عليا كتير قوي. ربنا يزيدك يا استاذ. يدوم عزك. يعيش الاستاذ الشيخ طاهر. مع السلامة. مع السلامة. ده انت تعبان قوي. تعبان قوي ومديون قوي ويا قوي على كل قوي. ما احنا كمان حلوين قوي 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 قوي. قول لي بقى يا فندم، تحب تستلم الاملاك امتى؟ قول لي الاملاك دي عباره عن ايه؟ عماره، اطيار؟ لا اطيار ولا عمارات. كابوريا. كابوريا؟ اه. ايه هي المرحومه كانت فاتحه حلقه السماء؟ لا يا طاهر افندي، كابوريا ده المحل اللي فيه رقص ونعناشه وتفاريح. يعني كباريه. ما تدقش الحروف، هي هي فنطها زي ما انت عايز. انا ابقى صاحب كباريه؟ يا سلام يا طاهر افندي، ده حته كباريه فيه كل انثى وانثى تخلي الصواريخ تصرخ. اسمه كباريه العشاق. يوه الكباريه اللي منكد على عمتي. مبروك. روح الله لا يبارك لك لا في صحتك ولا في حفيدك. انا الاستاذ طاهر منبع الفضيله وعدو الهلس. ابقى صاحب اجنس هلس؟ لا يا استاذ، انا صاحب مبادئ. بقى تفضل المبادئ على المبالغ. طبعا. وده عاوزه كلام؟ لا اسمح لي بقى يا استاذ، انت مخك ظلم قوي. يوب. الزمن ده يا استاذ مش زمن مبادئ، زمن مظاهر. لو بلقى في حضرتك ماشي في الشارع وماشي جنب منك حمار حصان، ايه ده؟
لو برتعت الحمار كانت انضف من جاكيتتك. الناس مش هتعبرك ابدا وهتقول للحمار يا اكسلانس. طب اطلع بره بقى يا اكسلانس، اطلع متماسك احسن ما تطلع متبعزق. طب الطريق عقلك محروق، شد حيلك عشان يعملوا لك تمثال زي فازولي، تمثال يشاور على تربتك ويقول هنا يركض اكبر مغفل. عاش نظيف ومات نظيف وراح الأرافة يستلف حق الرغيف. اطلع بره يا سكرتير الوسواس الخناس. طالع يا رئيس جمعية الفقر الذكر، سلم لي على مبادئك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا أبقى صاحب كباريه؟ لا أعوذ بالله. الله. ألو؟ أيوة يا صلحة. إيه؟ الأستاذ فاضل الحنبلي وصل؟ أنا حالاً جايلك في السكة. أشرقت الأنوار، نعست الأزهار، غربت الأطيار، هطلت الأمطار، تقعمد يا سيدي تقعمدك الله وأبعدك عن اللحوم والغروم. شكرا لك يا سيدي، أنا الست بتاعتي قالت لي على المعروف. استغفر الله استغفر الله، أنا مش قادر أنسى لك الخدمة دي بتاتا. عفوا يا أخ طاهر، فلنتكلمن فيما هو أهم. بقى الإنسان لما يفكر في الجواز يقوم يختار شريكة حياته بنت رجل صالح تقي، بنت رجل شريف عفيف. شيء لطيف، خصوصا إذا كان الإنسان ده رجل مفضل مثل سيادتكم. شكرا يا أخ طاهر شكرا. بالاختصار انا طالب القرب منك في بنتك هدى. هدى؟ ايه الخير اللي بيشر علي ده؟ ده خير عميم، ده شرف عظيم. يعني افهم من هذا انك قبلت ان اكون زوجا لابنتك هدى؟ وزوجا لابيها كمان. هي هتلاقي زيك منين يا بحر الورع يا محيط التقوى؟ اجيب لك ايه؟ شويش شويش مش شويش ازاي يا قليلة الادب؟ انا قلت حاجة وهتشويش يسأل عليك. يا رب عفوك وغفرانك عن إذنك دقيقة واحدة يا سيدي. تفضل يا أخ. عفوك وغفرانك يا عظيم يا لطيف يا رب. في حاجة يا شويش؟ هو جنابك الأستاذ طاهر همر طاهر؟ ايوه ايوه ما تفرقش كتير أفل. انما المهم انا جاي هنا علشان اسلم حضرتك طرد. طرد؟ ايوه. هو حضرتك شويش من الجمرك؟ لا شويش من البوليس. طرد ايه هو يا شويش؟ طرد يحتوي على 80 كيلو جلة حية و50 كيلو ويسكي بالسودي. يبقى نبيل ابن اختي. وفين هو الطرد النجس ده يا شويش؟ دخل يغير هدومه علشان الهدوم اللي كان لابسها عليها اشارات تكسب جو من سهرة ليلة امبارح. ما شاء الله ما شاء الله، ده كان عدمان على الاخر، كان شارب بي اس او بي، كان سكران طيني. وقبضتوا عليه في خمارة؟ امال قبضنا عليه في جامعة كيخي. طبعا كان قاعد بيسكر في بار هو وشوية خمرجية من عينته وشوية بنات من اللي بالك فيه. بتقول ايه؟ استغفر الله العظيم، لا يعني قصدي من اللي ما بالكش فيه. وبعدين؟ وبعدين بعد بقى ما زودوا العربدة والإجلاج الراحي قبضنا على رئيس العصابة المدعو نبيل بهجة قريب حضرتك. لا مش قادر اسمع مش قادر اسمع، دي فضيحة فضيحة فضيحة. ايوه ايوه فضيحة للركب. والأدهى من كده كان قاعد يغني في سجن الكراكون ويردوا عليه المساجين لحد الفجر ما شكش. كمان كان بيغني في الكراكون؟ ايوه وشعبك الطاهر. كان بيغني يقول ايه؟ كان بيغني غنيه وتكسب جوي. ايه هي؟ اسمع يا سيدي. قول. الشيخ طاهر زعلها كرولم عامل بس عارفها عارفها. بقى بذميتك يصح ان واحد زي دي يعمل الاعمال دي كلتي وهو قريب راجل صالح؟ الله
طيب الله الله مصر يا لطيف ربتي وربني. أيوة والله يا والله يا شيخ، ده أنا بسمع على كرامة حضرتك وعلى إنسانية حضرتك. الله يكبر بخطأ. وعلى حلاوة حضرتك والنبي لم تبخل علي بيه. ناويني سيجارة يا ابني؟ ايدك ابوسي. استغفر الله يا ابني، استغفر الله، استغفر الله. يا سلام، انت يا راجل هتخش الجنة حتى ان شاء الله. امال انا شايل السبحة ليه؟ انا دلوقتي حصلت لي البركة. الله يخليك. سلام عليك. استغفر الله يا ولدي، استغفر الله. الشيخ طاهر زعلان. اخرس والله، ده انا بقيت من ضمن ما يطلبه المستمعون. ده انا هخرب بيه، ده انا حشوشوه، ده انا حوديه في داهيه. جايب لي بوليس، بوليس. صباحيا مبارك يا استاذ. خالي؟ لا خالتك، ده انا بيني وبينك حساب جامد قوي. طب ايدك بقى على حاجه على حساب. ده انا هدي لك في اسنانك، هدي لك في نفوخك. ليه؟ سلوكك يا ولد. اشمعنى؟ هتخش لي قافيه يا ولد. مش كفايه على الكراكون اللي قلبته كباريه؟ ارجوك يا خالي والله ما في عقش، انا عندي صداع. طبعا سكر وعربده طول الليل يا استاذ. انت شفت وشك في المرايه؟ مال وشي؟ بص شوف، متلغمط احمر شفايف. لا مش احمر شفايف. امال ايه؟ احمر مناخير؟ احمر ودان؟ ده انت وشك متلغمط فيه 50 بق. ادي بق عند بق عند بق عند بق. الاحمرار اللي في وشي ده يا خالي مش احمر شفايف. ده احمرار الخجل. خجل؟ انت تعرف الخجل يا عديم الخجل؟ ومع ذلك انا ما اعرفش ان احمرار الخجل ده بيعمله مكتفكتور. يا مشكر ارجوك والله يا سيدني عايز انام. يا سلام، عاوز تنام. طيب اتخمد وان شاء الله لما تفوح اعرف شغلي معاك. الشيخ طاهر زعلة. نعم اخسأ يا ابن الاباليسة وانخمد. انخمد. انخمد. الله والعياذ بالله. سيدي الى اين يا منبع الفضيلة؟ ارتب اموري واشتري الشبكة وأعود على موعد الغداء يا مكارم الأخلاق. إنني في انتظارك يا جمرج العفة. ساتر، هو الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده؟ أعوذ بالله. ادخل. الله، هو أنت يا ودع؟ صباح الخير. صباح الخير. يا خبر، ده أنت وشك أصفر زي الليمونة. لا دي حاجة تجنن. هو أبوك يقول لي وشك أحمر وأنت تقولي لي وشك أصفر، ويمكن كمان والدتك تيجي تقول لي وشك بنفسجي. هو في الحقيقه وشك اصفر خالص، بس من السهر طبعا. سهر؟ بالعكس انا بنام بدري. كذاب، ده انا كل ليله بفضل مستنيك في الشباك لحد ما ترجع الساعه 3 صباحا، بس ما بوريتش نفسي طبعا. وليله امبارح فضلت مستنيك لغايه النهار ما طلع وبرده لسه ما رجعتش. هو الهلس ده بيسليك؟ بالعكس ده بيتعبني. امال اللي بتسهر في الكباريهات؟ مش عارفه. انا عارفه انك بتروح هناك بتسهر مع واحده اسمها عواطف كونتاكت. كونتاكت؟ ابدا، مين قال كده؟ من جواباتها اللي بتسيبك كل حته. اتفضل ادي اخر جواب ليها. ايه ده؟ انت قريتيه؟ ما كنتش عايزني اقراه. انت ازاي تطلعي على اسراري؟ على كل حال في حاجات ما فهمتهاش. احسن. وكونتاكت ده يبقى ايه؟ اسم؟ لا فعل. ما تكذبش عليا، دي واحده رقاصه. طب ولما انت عارفه تساليني ليه؟ لازم اسالك، ضروري اسالك. انا عايز اعرف دلوقتي، انت بتحبها؟ لا ابدا ابدا. امال بتحبي مين؟ بحبك انت. كذاب، لو كنت بتحبيني صحيح ما كنتش اعرف واحده زي دي. ما هو الواحد قبل ما يتجوز بيكون حر. كده كده. طب اسمعي حضرة الحر. نعم. خليك حر، انا خلاص اتخطبت النهارده. نعم، مين ده اللي خطب؟ الاستاذ فاضل الحنبلي رئيس جمعية تطهير الاخلاق. الله، هدى هدى. ما تتعبش نفسك، انا لا يمكن امد ايدي على التركة الملوثة دي. ايه ده؟ ايه اللي بره ده؟ يا انسه حمامه، يا حمامه من غير فاتل. ايوه. ايه اللي بره ده؟ دول بقى قالوا الجزار وبتاع العيش عايزين فلوسهم، وانا كمان عايزه فلوسي، انا مش هستنى في البيت المخروط ده بعد كده. انت مرفوضه من دلوقتي. اي بعد ما تدينا حسابي. انت حسابك كام يا صعلوكه؟ اهو متاخر لي 3 شهور، ومرتبك سابقا 160 قرش، وشوف حضرتك بقى سالف مني كام. هو الهولهوب ومفيش غيره. انما برضه عيب عيب تكلمي الاستاذ باللهجه الواطيه دي. انت عايزه كام يا بنتي؟ اهو تقريبا كده اجي 20 جنيه. خلاص وجد. ادي 20 جنيه على الصرمه القديمه. يا اخواتي انا حجاني، انا في حلم ولا في علم؟ انت بصيت وخدنا نطيته على بالي. بره 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 بره.
جنيه 10 20 بقى كل شيء له اخر يا طاهر افندي. انا ما اقدرش اصبر اكتر من كده. 15 دلوقتي ما خدناش حق العيش. اتكلم بادب من فضلك. حسابك كام؟ 25 جنيه. له 25 عفريت. عصرمه برضه؟ يلا عصرمه يلا. خلاص عصرمه. قال 23 عفريت. متشكرين. سلام عليكم. عليكم السلام. غيره وريحة ايدي يا حلو. وربنا انكم تسمموا اشي داري واشي عجالي وان اسفقناكم فلوسي. من فضلك ما تزعقش. حسابك كام؟ 15 جنيه. اديله 15 عفريت. عصار ما برضه؟ لا عالفخده. وادي 15 عفريت. يدوم الكيل يدوم العز. ابعت لكم حاجه النهارده. لا وشرفك هنذبح كل يوم عيد. مع السلامه. ايه يا فندم؟ المره دي انا فيخربت البيت بتاعي انت. لا 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 ثلاثه شهر دلوقتي اشتريتوا بطاطس اشتريتوا جبنه رومي زيتون رومي خلاوه ومكرونه وجاوه وتوماتيرس ومسا وموسى فاتو برادس. انا عاوز استاذ كده استاذ انت تيجي تقول انا سليمان وانا عاوز برادس خلاص. اما افتكرته خلاني نتزنق. خد زنقه اسمه برادس. 25 جنيه من فضلك تاخر بيه خلاص. اديله 25 عفريت. عفريت؟ على الصاربه؟ لا على المرتدب ده. مرتدب؟ ياس ياس. خد. مظبوط. خد يا تاخر بيه. سيتو تاخر بيه. سيتو تاخر بيه. مش فاهم ايه اللي زنقك على الفقر ده. قدامك 50,000 جنيه. ما تنساش انهم ملوثين. ملوثين من الارض من الزفت. انما 50,000 جنيه يرفعوك من الارض للسماء. ايوه بس يعني ايه؟ الكباري اللي ورثته عن المتنيله خالتي دي ما اقدرش ابيعه. تقدر خلاص بس لنا حد يشتريه. مفيش مانع بس لازم الكباري يفضل مفتوح وتبقى انت المدير. انا اشتغل مدير كباري؟ الشروط كده. ما اشترطتش كمان البس بدله بترتر وارقص؟ لا حلوه دي. مش ممكن عين مدير مؤقت؟ لا انت المدير. انا ابقى مدير كباريه؟ ما حدش هيعرف حاجه. انا مرتب كل حاجه. اطمن انت. انا جبت لك معايا البدله اللي هتلبسها. بدله؟ بدلتي اهي شوف. انا البس دي؟ انا البس مسخره؟ ترضى بكده يا ربي؟ ومن حسن الحظ بقى الليله دي راس السنه وكل الزباين هيكونوا لابسين مسخره. انا جبت لك البدله المسخره دي عشان ما تتفقس في وسط الزباين. انا اعمل بهلوان؟ وفيها ايه؟ كل الناس هتكون لابسه بهلوانات في الحفله. ايوه لكن انا وكيل جمعيه مؤتمر تطهير الاخلاق. انا تطهير ايه؟ هي الاخلاق بيطهروها. على العموم سيب لي وقت علشان افكر. بس شغل موتور عقلك بسرعه. الوصيه مكتوب فيها إذا ما كنتش تستلم المراس في بحر 10 أيام المراس هروح لناس تانيين. النهارده آخر يوم في العشر أيام. هفكر هفكر هفكر. بس فكر على نظيف ما تضيعش من إيدك 50,000 جنيه. سلام عليكم. سلام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب يا خالي هدى اتخطبت؟ أيوه اتخطبت. وده يهمك في إيه؟ كنت عايز أقول لحضرتك إن أرجوك روح اتخمت في أوضتك دلوقتي. حاضر. اسمع هنا. نعم. في الشقة حلقة مفاتيح دي تملي مع مراتي. كويس. انت بتعمل ازاي لما بتيجي سهران اخر الليل وبتخش الشقة؟ لا 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 يا خالد غير ودي حاجات ما يصحش تعرفها. لازم اعرفها. كلام في سرك. انا مفتاح باب المطبخ اللي على سلم الخدامين معايا. بقى كده دي قلة حياة. هات يا هو المفتاح. ضروري 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 ضروري. هات. اتفضل اتفضل انت روح خش. حاضر. خش خش. حاضر. لا خلي البجع شارك انت. عندك التفوق ايه رايحين على فين؟ ايه داخلين الطبل الحظ يا بابا. مش معقول تدخلوا كده وانتوا لابسين هدوم. يلا نطلع خلاجات. اطلع يا ولد اطلع خلاجاتك. مش كده مش كده يا حضرة. لازم تكونوا لابسين كرنفال. كرنفال كرنفال ايه وكرنفال ايه؟ مش تفهمنا.
انا ما فهمتش حاجه خالص منك. الليله في حفل كرنفال في الكباريه وكل الزباين لازم يلبسوا ملابس تنكريه. ومنين انتبه الملابس التنكريه؟ في قصر الشارع محل بيأجر الملابس التنكريه. تقدروا تأجروا لكم بلتين وتيجوا. اتفضلوا بقى، مع السلامه. اتنين ويسكي ست. حضر ايه؟ الميلادي هنستقبل المدير الجديد الوارث. يا ترى هيطلع شكله ايه؟ هيطلع شكله ايه يعني؟ بني ادم طبعا. يعني هيكون ابن حرب؟ امال يعني اللي يبقى مدير كباريه تفتكر هيبقى ايه؟ ابن حنبل يعني؟ كويسه دي يا كنتاك. صحتك. صحه المدير الجديد. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف. يا هروح على فين ايه؟ اخش على فين يا موسى يا خالد الزلمه؟ انا ساروح. سلام عليك يا جدع. انت خايف من ايه؟ انت هتخش طره ولا هتخش السجن ابو زعبل؟ خفت العتبة يلا. خفت والنبي النبي انت حلف المقصود عاوز اروح يا جدع. خش الله. خش ما خش يا خش يا اتفضل اتفضل اتفضل. والقاصع على المكتب. مكتبي ده. ده مكتب الإدارة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. المدير الجديد وصل. صحيح؟ أنت تعرفيه على وصف؟ ولا عمري شفته. يلا نتفرج عليه. يلا. على الأوضة. اتفضل. يا اهلا يا سهلا يا اهلا وسهلا. يا لطيف يا مغيث يا حفيظ يا لطيف. اجمد اجمد ازاي يا ابو دم متجمد؟ حد يشوف دول ويجمد؟ اسمعوا يا حضرات الارتستات. سامعين حضرته مدير المحل الجديد. عارفين الكلمه كلمته والشخطه شخطته. فاهمين. واللي يقول بم يطلع بره. بم عن اسمه ايه؟ راح فين؟ انت مش بتقول اللي يقول بم يطلع بره؟ انا قلت بم ايه يا بني ادم؟ اتنجر. شيل الزبالة اللي في مخك دي. بطلة الفرقة عواطف كنتاكي. حصل لنا الماتش. حضرتك المدير الجديد؟ شيكا شيكا بوم. شيكا شيكا بوم. وانت تبقى ايه؟ جميل مدرب الرقص. راجل يعني؟ طبعا راجل. امال ترابيزك؟ انا بقى لما اعرفك بحضرات الموجودات. من غير ما تعرفني اعرفهم. دي رقاصة ورقاصة ودي رقاصة ودي رقاصة ودي كباريه. كباريه مين؟ دي فهيمه تربيد. تربيد مين يا بني ادم؟ دي تور من غير بيد. والنبي دمك خفيف. يا لطيف يا حفيظ. بطني مخدي. يا اخي بستك بقى. يا واد يا تقيل. بذمتك لما انا ابقى تقيل انت تفيقيه؟ يعني لو ما كنتش متجوز ما تتجوزنيش؟ لا. لا. لان الشرع امر باربع نسوان وانت تسعه. سامعين يا بنات؟ يا بنات. هذا مجعلصة خالص وليا مشحونة لحمة. تعال بقى نراجع محتويات المحل. أنا مش هخرج من هنا بوتيتا. يا بني آدم يا بني آدم راجع رسمالك. دول 50,000 جنيه. دي فايتاني دي يا جوز خلفي. ايه دي؟ أختي الولية اللي كانت في المكتب. أمال إيه؟ دي كمتراية بتاع الحافلة. كل دي كمتراية؟ فهمها كمتراية بحقه حقيقي. امال ايه كمتراية؟ مدمس؟ لا يا بني ادم لا، اسألوا اهل العلم. طب اتفضل قول يا اهل العلم الفاضل. كمتراية دي اختراع المرحومة خالتي. نخص عليها وعلى اللي خلفتها. تتحط قدام الزباين وتتفتح تطلع منها واحدة رقاصة. يا سلام. والرقاصة اللي هتطلع دي هتكون لابسة ايه؟ بدلة رقص تبين ما امر الله بستره؟ لا رقاصة ونلبسها جبهة قطار. هي مش هتكون لسه بدلة رأس ولا حاجة. مال ايه؟ دي هتخرج من الكمبيوترية كالفتنة العارية. طالع ايه؟ واحدة ست عريانة خالص؟ لا لا يا منشي. امال ايه؟ مش عريانة خالص، هيكون في وردة في شعرها. لا تبقى متغطية. انا لا يمكن اقبل ان واحدة ست تطلع عريانة بوتيتا. اوه اوه اوه. ما تهوهوش، اوعى تهوهو. اسمع بس افهمني شوية. افندم. انت عايز تبوظ الحفلة؟ حط عقلك في راسك. مستحيل. يعني نرجع الفلوس للزباين؟ مستحيل برضه. لما نقول لحضرتك عريانه يعني لابسه مايو فني. يا سيدي مشي. لا انا مروح ومتنازل عن التركه الملوثه دي. سلام عليكم. افهمني بس يا جدع افهمني، ما تبقاش كده. افهمني
انت عايز تبوظ كل حاجه. مجنوز ولا تدعي؟ انا مالي، انا لازم كمان اروح علشان في بيتي ضيف محترم مبجل الاستاذ فاضل الحنبالي. يبقى مين الحنبالي ده؟ راجل عالم بحق وحقيقي، ده يبقى خطيب بنتي، ولو عرف ان انا جيت في محل موجود زي ده يمكن يفسخ الخطوبه ويتبلع مني. شوف اما اقول لك بقى، ما تختار حاجه من الاثنين، توبي اور نو توبي. ودي اتعلمتها منين يا معلم؟ ويك 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 يا ويك. ويك يعني جمعه. انت مش اسمك جمعه؟ خلاص تويق. يا حد الله. يا حضرة، انا جاي من البلد مخصوص عشان اتفسح في القاهره يومين، تمنعني من الدخول ازاي؟ لانك مش لابس ملابس الحبس، يا اما تكون لابس ملابس تنكريه يا تكون لابس ملابس الحبس. يا حضرة، افرض اني نازل عند ناس متزمتين محافظين اخلاقهم فيها شده وفيها عنف، اعمل ايه؟ والله المساله دي بقى فيني مدير يحب تقابله. كل ما تقول انا عاوز اقابل مدير. وصلوا للاداره. اتفضل اتفضل. اسمع، انا مش هستنى هنا اكتر من نصف ساعه. ماشي ماشي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا نور النبي، الاستاذ فاضل الاخ طاهر. انا جيت اهو. وانا ايضا اتلبس ملابس القرقوسات يا اخ طاهر. ايوه دي ملابس تنكريه. على العموم ملابس وقوره. ايوه انت انستنا ونورتنا وشرفتنا. انت ايه اللي جابك؟ انا جاي علشان اقوم باحصاء دقيق عن تقدم الفساد في هذه البؤرة، والفجور والخلاعة والتهتك والرزيلة. يا سلام على توارد الخواطر، والله انا جيت نفس الشيء. بارك الله فيك. بيني وبينك، ايوه سيدي، اريد ان اقدم تقريرا مفصلا مبينا مدعما بالبراهين لمؤتمر الاخلاق والفضيلة والشرف. ايوه واخد بالي واخد بالي، ربنا يقوم ويك. البدلة دي انا لابسها علشان انا فاهم فاهم يا اخ طاهر. فاهم ايه؟ اصلهم منعوني من الدخول، وعشان كده عاوز اقابل المدير. المدير ده مش هتقابله بتاتا. ولماذا يا اخ طاهر؟ لان هذا لا يريد ان يقابل هذا. ثم كمان الراجل ده بيخاف يقابل الناس الافاضل. بئس المدير. عليه وعلى والديه. سيدي، ما صحش تستنى في محل موبوء زي ده، كل خطوه هتخطيها هتحرق رجليك. فعلا قدماي تنحرق، ولكن الواجب. ما دام انا سبقتك في الواجب روح انت. يا اخ طاهر، كيف يستريح ضميري المغضب وانت تنقلي وتنحرق؟ ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. اين المدير؟ معرفش، هروح اشوفه لك. سانك منوت. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، كدت انكشف كدت انكشف. تعال هنا، رايح فين؟ حدوخ. اصل الاستاذ فاضل الحنبلي جه هنا وشافني وانا لابس الملابس المهزأة دي، وهو عاوز يقابل المدير وانا مش عاوز يعرف ان انا المدير، فانا ما حمش عشان انا ما اقولش ان انا المدير. ولا يهم، واقول له ان انا المدير. كمون ايه يا ولد؟ السر يا اللهم احفظ، السر يا اللهم احفظ. سيدي، ها هو المدير وقد افهمت كل شيء. كيف؟ أتلبس ملابس المسخرة؟ وإذا كنت عايز تلبس ملابس مسخرة، في محل بيبيعها في أول الشارع. أتفتحون هذا الرجل إلى هذه الساعة؟ ده بقى ما بيقفلش لا ليل ولا نهار. حسنا حسنا، اذهبن يا أخ طاهر وأنا سأسهر بدلك. هتلبس إيه سيادتك ما قلتليش؟ الملاك الأبيض. السلام عليكم. سلام. وزعته لك يا عم. وزعته ايه؟ ما هيرجع لنا تاني لابس بدلة ملاك ابيض. استنى ولا يهمك. يا فاروق، اني اسمع. ايوه نبههم على الباب، اي واحد يجي لابس بدلة ملاك ابيض ما يدخلوهوش ابدا. حاضر. امرك. حلو. يلا بينا بقى باشا للشغل. شغل؟ يا اخي نحل ابو الشغل لابو اصحاب الشغل. انا لا انتظره هنا. مين اللي هيستلم الايراد؟ سيبيه هنا.
ايه ده؟ الجبرة يعني؟ حاشا لله واستغفر الله، ولا اقول لك هاتهم من باب العلم بالشيء. استنى لما نعدهم قبلك. كل دول بتوع الشهر كله؟ دول بتوع ليلة واحدة. ليلة واحدة؟ قال بقى لما تقبض 1000 ليلة. يلا بينا يلا. استنى لما نشيل الحصول قبل. خلصنا عشان يلا. أهلا. البنت ده حلوه مليحه وده حلوه بيبي وده حلوه مليحه خالص. تمام يا عمدي. الزمبليطه اللي انت عاملها يا بلاع. قال والله انا بهزع هدره العمده دي ولا ايه؟ ده انا هزقه وهزع اللي خلفوه. في عمده يعمل في نفسه كده؟ ده لازم عمده مش شانزليزيه يا جدع. ده هتقول ايه يا راجل انت؟ يا جدع حسن ملابسك، دول زباين محترمين. محترمين؟ دول لو كانوا محترمين ما كانوش يجوا محل محترم. لا بالشكل ده بقى انت هتبوظ المحل. ده باين عليه حلوزي الجدع دي. اخرس اخرس او باش يا حوش يا سكاره يا زريت ابليس. يا جدع حسن ملابسك تشتم الزباين ازاي؟ ده انت على جنب وانا موتك خالص. دول زباين، دول عاوزين الحرق. عدم المؤاخذه، اصله سكران انا هفوقه. هيا ماشي مرة. مش كده هيطفش الزباين ويفلس الكباريه. وشرفك عني اسبوع واحد وهخليه زي الشراب اللي في رجلي. ده اللي عاطف كنتاكي. برافو عليك، مفيش غير عواطف كنتاكي هي اللي حضرة تروض الوحش ده. الو نبيل، انت هربت على فين؟ كنت بلبس بدل الكرنفال. بقيت معايا نبيل. نعم. انت اليوم دي مش عاجبني، بقالك كام يوم كده مش عارفه اتلم عليك. كل ليله بتيجي الكباريه وتمشي من غير ما اشوفك، فهمني ايه حكايتك؟ انا مضطر اصرح بالحقيقه، انا هغير مجرى حياتي، انا لازم اتجوز. مين يعني ايه؟ يعني هتتجوزني؟ ما دام كده بقى يبقى ها. ها يعني ايه؟ يعني هتجوزني ها. ودي تبقى مين ست هاب سلامتك؟ دي هدى بنت خالي. يا خرابي. الله يا خرابي. عواطف حمى وزاكي. الله هتضحك. عواطف يا عالم مار. الله ترايق. عواطف مش ممكن. الله ازاي تعمل كده؟ وبعدين بقى حاسبني يا نبيل. لا طبعا مش حاسبني. امال هتتجوز ليه؟ وايه يعني؟ دي مساله روتينيه. بالعكس، الروتين ده هيخسر اخلاقك ويخليك تستقيم. لا انا هفضل معاكي الى الابد. كل ليله؟ كل ليله. وحياتي؟ وحياتي. ادخل. أنا مؤاخذة، اسمح لي كلمة مكنزيل العواطف. أنا؟ عن إذنك. اتفضلي.
الحقيني، الحقيني بشغلك العبقري. انا في الخدمة. انا عايزك تخلي الوحش ده يستأنس، عايزك تعلميه البحبحة. ليه هو بخيل؟ لا ابدا، ده كريم قوي، ولما بيطب في واحدة بيبقى ساذج قوي وبيبقى دهل قوي. علمه ما هو ينفع، هو يجيب لي بالطو فرو ينفعني في الشتاء. خش على معونة الشلة. ماي دير مدير، فوق فوق يا حبيبي، فوق اصحى. يا امه اعوذ بالله، استغفر الله، انا فين؟ انت جنبي يا امور. انت ايه؟ تبقي ايه؟ اسمك ايه؟ كنتك عواطف كنتك. ايوه بس انتوا كنتوا التكتك جامد قوي يا مدموزيل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما تقعد. لا كده كويستو. انت باين عليك تعبان قوي. طب تعالى اسرع احسن. لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تسمح لي اقعد؟ ما قعدت وانت لسه مستنيه لما اقول لك اقعدي. انت ريحتك حلوه قوي يا مسمس. تعجبك؟ قوي. دي اسمها ليلتنا الحمراء. يا ليلتنا السوداء. انت وشك اصفر كده ليه؟ اصل متعشي كركم. لا يا خد اشرب ده كويس عشان صحتك. حاضر. ايه الزفت اللي انا شربته ده؟ ده بيجي الاسوء. بلاش 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 فعلا بلاش بلاش. استنى. نعم. انا اعرفك. ما افتكرش. انا شفتك قبل كده فين يا عواطف؟ فين؟ والعلم عند الله في مولد الحسين. انت ما كنتش قبل كده صاحب كباريه؟ ابدا والله العظيم. تبقى كنت بتشتغل في السيرك. سيرك؟ تقصد السيرك السياسي؟ ما تستعبطش يا عفريت يا مكار، انت كنت بتشتغل في السيرك اللي كان فيه الوحوش. وحوش؟ والنبي يا رب عني توحوش. وكان اسمك الفونس، وكنت بتصبغ وشك احمر وابيض، مش كده؟ مش انت الفونس؟ لا، انا هندي. يا خرابش. عينيك. مالك؟ عينيك بتموتني. ايه؟ مش عينيك عني. ليه؟ ماسكين في خناقك، يا ولية حل عني بقى، اعملي معروف. مش عينك عني يا الفونس. الله برضه بتقول لي الفونس. المهم سيبك من الماضي، خلينا في الحاضر. اذا كان الحاضر بالشكل ده امال المستقبل هيبقى جنسه ايه؟ يا وليه سيبيني في حالي اعملي معروف. قلبي دودو قلبي. الوليه سخسخت. اجيب لك الاسعاف، اجيب لك النبده. يا بوليس يا سويس. عواطف محدش يخش. افتح بقول لك. مين اللي بيخافك؟ لازم حد من عشائك. يخربي خطيبي. خطيبك؟ روح نبدأ يا محدش يخش، انا قاعده مع بابا. بابا مين؟ بابا غنوك. مين؟ خالي؟ انت بورا؟ لا امه. الله. خالي؟ خالي هنا؟ خالك مين يا ولد؟ انا اعرفك قبل كده؟ غريبه. هو حضرتك مش الاستاذ طاهر عبد الظاهر؟ لا انا الفونس. الفونس؟ ايوه الفونس. دي مشابهه غريبه قوي. على العموم اذا ما كنتش حضرتك الاستاذ طاهر عبد الظاهر يبقى بختك من السماء. يعني ايه؟ يعني الاستاذ طاهر عبد الظاهر هتحصل له مصيبه الليله دي. مصيبه ايه؟ اسمع يا سيدي. ما ضحكت. ايه ده؟ لا ما ضحكت. بقى الاستاذ طاهر عبد الظاهر حب يسهر بره بيته الليله دي من غير مراته ما تعرف. اما حمار. فطلب مني مفتاح باب المطبخ. وبعدين؟ وبعدين ضحكت عليه اديته مفتاح باب الدولاب. سعيده بقى. نبيل؟ حضرتك تعرف اسمي؟ هات المفتاح. اذا حضرتك هو؟ للاسف الشديد بقى يا راجل يا محترم يا موقر تلبس بلياتش وتيجي تهرج بالشكل ده. اعمل معروف ما تطلعش روحي. يا حامي حمى الاخلاق، يا حامي سلاح الفضيله تلبس سلاح بالشكل ده. معلش يا ابني، اصل انا من انصار نزع السلاح. بقى ارتميتك مش مكسوف تضحك على بنت رقاصه بالشكل ده. يا راجل كسف دي تضحك على عقل حد. دافع عن نفسك يا خالي، انا هنا في مقام مرات خالي. اعمل معروف يا نبي، انت لو تعرف الحكايه تلتمس لي مليون عص. لا مش هلتمس. يا جناب المدير. ايه؟ عاوزينك عشان نرقص. مدير؟ انا اصلا هو حضرتك مدير الكباريه؟ ما يمكن يجوز يا ابني. معلش حضرته وريث المرحوم شيكو بيكو. شيكو مين؟ بيكو. بيكو؟ ايه الكلام ده غالي؟ ورثه عاوزه كده. شيك جميل. تعالى بقى نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ على هدى. ما عايز اتجوز هدى. متاسف يا ابني، اصل هدى مخطوبه للاستاذ فاضل لحنبلي. طب وانا خال؟ انت ولا التلفان بتاع صلاه. يلا هيدي علشان نرقص. يا
فاضل حنبلي. يا ما نفسي اشوفك يا فاضل يا حنبلي. ترى اين انت ايتها الغزاله الشارده؟ اظهري وداني عليك الاماني يا صاحب الردى. نعم. هل رايت السيده الفاضله كونتاكت؟ كونتاكت؟ اجل وحضرتك عاوزها؟ اجل اريد ان اراها. قل لها فاضل الحنبلي. فاضل الحنبلي؟ اجل. اهلا وسهلا. اهلا بالاخ. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. والله وقعت يا انس. ارجوك ابعد هذا الاسود العنقوق من وجهي. وانت ورايا ورايا. انا خش في خش انت رايح. خش انه خش فايخ. خش بكم اتراق. خش خش بكم اتراق. ما تحسرش خش خش بكم اتراق. سأرفع قضية سأرفع شكوى. إذا تكلمت أنا حضرب خمس وصف في كومتراية. أنت فاهم؟ هجوم هو مطلوب. هجوم. مدموزيل عواطف داخل في كومتراية. أيوة داخل. ودي كومتراية على المسرح. سنقدم لكم الآن النمرة المدهشة، نمرة الكمثرى. دي كانت ليلة سودة. كان جو موضوع اللي كنا عايشين فيه الليلة دي. ما انت يا خالد رحت برجلين. حد في الدنيا يقول ان الاستاذ طاهر الراجل المهاب الراجل الجد يعمل في نفسه بالشكل ده؟ يتحول من انسان محترم لبهلوان؟ حصل ورثة جامدة قوي يا نبيل، 50,000 جنيه. وافرض انهم 1,000,000 جنيه يخلوك تنسى مبادئك بالشكل ده؟ انا ما كنتش يا نبيل اعرف ان المبادئ بتهزها المبالغ. على العموم انت لسه في اول الطريق، تقدر تتنازل عن التركة الخليعة دي وترجع زي ما كنت. يا اخي النهر، عاوزني ارجع للفقر والجوع والمرمطة تاني؟ لا يا حبيبي. ثم كمان المهم مش انا في 60 داهية. اللي صعبان عليا بنت ومراتي. نهار ما اجيب لهم النش يا عيني بيتهيأ لهم انهم بياكلوا كافيار. نفسي اريحهم من الكافيار بدودو. طب وجنسها ايه السعادة دي اللي هتخليك تبيع مبادئك؟ اسمع، إذا كان على المبادئ أنا هحافظ عليها. إزاي بقى؟ من بكرة مفيش حاجة اسمها خمرة تنباع في المحل. نعم؟ مفيش لا رقصات ولا حلمبوحات ولا مزيكات ولا أي حاجة أبداً. مستحيل يا خالد، الكبري يفلس في 24 ساعة. بكرة تشوف. بس أعمل معروف يا ابني، سيبني دلوقتي أنام، أحسن دماغي توجعني خالص. مع السلامة. طيب يا خالد، تصبح على خير. وأنت من أهله يا ابني. ماما ماما في ايه يا هدى؟ الزهريه اللي ثمنها 2.5 جنيه بقت 50 حته. شوفي يا خبر، ايه اللي كسرها؟ معرفش. انت ما سمعتيش حاجه انت امبارح؟ ايوه سمعت، القطه كانت بتنونو، لازم هي اللي وقعتها على الارض. يمكن. طب ما اروح اعمل الشاي لابوكي. لازم نبيل هو اللي كسرها. صباح
صباح الخير يا فندم. وده خير اللي انت عملته؟ عملت ايه؟ كسرت الظهريه وانت راجع امبارح بالليل، ما انتش داري بنفسك. انا ما كسرتش حاجه. كده؟ طب ان شاء الله تكون قضيت سهر لطيفه مع مدام كونتاك. ارجوك ما تجيبليش سيره الاسم ده. ليه؟ عشان ما بحبوش. والنبي يا نبيل صحيح. صحيح. يظهر ان الخبر ده فرحك قوي قوي يا نبيل. طب يا اختي ما تفرحيش قوي بالشكل ده. مش لازم تهتمي بيا. عشان ايه؟ علشان ما بتهتمش بيا، مشكله؟ بالعكس، انت تهمني جدا. لكن ايه؟ اتكلم قول. انا دلوقتي ما اقدرش افكر فيكي، او بمعنى اوضح ما عنديش امل اني اتجوزك. اذا كان عشان استاذ فاضل حنبلي فانا مش موافقه على الخطوبه ابدا. لا 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 لا، في سبب اهم من كده. انا مش عايز الناس تقول عليا اني انسان مادي. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. يعني بالعربي، اللي هتجوزها دلوقتي لازم تبقى على قد حالي، وانت دلوقتي اصبحت الوريثه الوحيده لابوك. انت اتجننت؟ حاولت ايه على ابويا؟ هو حلته حاجه؟ معرفش، ما تسالنيش، ماليش دعوه. بس خليني. صباح الخير يا هدى. صباح الخير يا بابا. نمت كويس امبارح؟ قوي، نوم عميق. على اذنك انا رايح البس هدومي. طب زق زق روح. يا محترم. نعم يا زوجة المحترم. الجزمة دي لقيتها مرمية في المطبخ. طب هعمل لها ايه؟ حفلة شاي؟ لكن دي جزمتك انت، انا عارفة جزمتك زي ما انا عارفاك. يا ستي اعمل من الجزم 41، ثم كمان ايش عرفك ان دي جزمتي؟ شبهي؟ انا حسبت لك انها جزمتك. بس مش ده النص نعل اللي انت مركبه اول امبارح؟ هو ولا مش هو؟ هو يا ستي، هو. ودلوقتي عايز اعرف يا محترم، ايه اللي حط الجزمة في المطبخ؟ ايه اللي حط الجزمة في المطبخ؟ القطة. القطة؟ ايوه، انا امبارح بالليل سمعت قطة كان صوتها مزعج جدا. القطة تسرق جزمة؟ ايوه، اصل جلد جزمتي جلد سمك. سمك؟ ايوه، سمك مقلي حتى دويها. اول مرة اسمع عن جزمة من جلد السمك. ادي انت سمعت. قولي ها. الاستاذ فاضل ما جاش هنا من ليله امبارح؟ لا ما جاش، وقال لنا وهو خارج انه حيبات عند جماعه قرايبه. الله يهنيه بقرايبه. يا ترى مين اللي بيخبط علينا على الصبح؟ روح شوف مين عبال ما استعجل لك الفطار. اتفضلي. استغفر الله. يا حبيب. يا خراب اسود. يا سيدي، من الذي خرشمك هذه الخرشمة الكئيبة؟ ابكي على صديقك الصالح، ضربت ضربا في الكباريه مبرحا. انت رجعت تاني الكباريه؟ ايوه رجعت تاني، وكنت لابس صيني لان راجل الملابس ما كانش عنده هدوم. ملايكة ورأسها. هو انت صيني؟ اجل، اللي انكسر. طب وايه اللي خلاك ترجع تاني؟ اضطريت ارجع تاني عشان اقدر اسهر في هذا المكان القذر اللي اسمه كباريه العشاق. يا دهوة دهوة. وطي سيدي، وطي صوتك يا سيدي. تعال وما تجيبش سيرة الكباريه القذر. تمجلس يا سيدي. ورأسه. تقعمز يا سيدي. تقعمز. تقعمزت يا صديقي. ورأسه ورأسه. يا صديقي، ضربت وهزئت في سبيل البحث والعلم. معلش، عبد الوهاب بيقول ومن العلم ما قتل، ولكنه لم يقل ومن العلم ما بطح. الغرض، ارجوك ما تجيبش سيره لمراتي بسهره ليله امبارح. وهل هي تجهل ذلك؟ وكل ذلك. سترك يا رب. اللهم امين. سيدي بطرشك، انت ليه لافف دماغك لفه كبيره قوي كده؟ هل دماغك مفتوحه نصفين؟ كلا يا صديقي الصالح، كلا. ولكنني لا اعرف كيف افك هذه الضفيره الملعونه الذي لزقها الرجل في راسه. ارجوك ان تريني. هذا سيدي. والعياذ بالله، دي حاجة مزعجة جدا. وانا هروح المؤتمر ازاي وفي دماغي ديل بالشكل ده؟ الفطار جاهز يا سي فاهر. ايوه جايين جايين. لو سألوني اهل بيتك عن هذه الاصابات ماذا اقول لهم؟ قل لهم انك وقعت من الاوتوبيس. يا حفيظ يا مغيث يا رب. يلا يا سيدي. يا مغيث يا رب. يا حفيظ. يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور يا استاذ. اتفضل. شكرا. اتفضل يا استاذ. صباح النور يا حبيبي. اقعد يا نبيل. اهلا وسهلا. نبيل ابن اختي.
ما شاء الله ما شاء الله، باين عليه نبيل جدا. العفو يا فندم العفو، دي فرصة سعيدة قوي. يا محاسن الصدف. إيه أنت عيان يا أستاذ؟ قليلا ما. وقصتك زرقة كده ليه؟ ضربة شمس. أصل ده كان من فضلك عنده أرتيكاريا أو رامه رشية. أرتيكاريا ولا أرتيست؟ ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوله دي يعني. كلمة على الماشي يا خالي، اصل احب اهزر مع الاستاذ. دي مش علامة ارتكار يا ابدا، ده انت زي اللي مضروب على القفل. اخلص يا بنت، راجل عظيم زي الاستاذ فاضل ينضرب؟ في الحقيقة سقطت من الاوتوبيس. يا ندامة سقطت ازاي؟ كنت ممسكا بالعمود الحديدي. فحصلك من العمود كنت يا نور النبي. كنت كل ايها الفتى وكفى. اذا كان دراسه متعوره يا استاذ نجيب لك دكتور. انا في حاجه الى طبيب قلب، اما راسي فسليمه. عن اذنكم انا عندي مشوار. مع السلامه مع السلامه. العمود يعمل يكون تكت. الفاظ بايخه. تفضل سيدي لغ. عليكم السلام ورحمه الله. ادي التجايب والله. الو، ايوه موجود. حاضر. تليفون يا استاذ فاضل. اتفضل. الو، حضرتك الاستاذ فاضل الحنبلي؟ انا نبيل. عايز اقول لك لازم تختار حاجه من اتنين، يا اما تتنازل عن خطوبتك لهدى، يا اما هجيب لك عواطف كونتاكت تقول كل حاجه وتبقى فضيحه للسما. تختار ايه يا بطل؟ كلاهما مر وعلقم، لكن انا ما اقدرش اضيع سمعتي ومركزي. انا حسافر بلد ومش هتجوز هدى. فلتسحقه السماء. خير ان شاء الله. خير؟ الخير فيما اختاره الله. عن اذنكم جالي تليفون مستعجل من البلد. لازم اسافر حالا. وهتغيب كتير؟ يوم سنة. عن اذنكم. بس اللي زعلك يا مدام. انا مش مدام، انا مدموزل. مدموزل؟ ايفك، انا مدموزل غنبورة صاحبة عمارات اللي جنب الكباري. مدموزل وصاحبة عمارات؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا تحت امر، انا في خدمتك. سكان عمارات بتاعنا ايوه مش يقدر ين من دفشة كباري ملعون. امان يا ربي في واحد دوشه كده. ايوه في دوشه. اتفضلي في الاوضه بتاعتي استريحي. اتفضلي. اذا انت لطيف كتير. الله يحفظك. ظريف كتير. الله يحفظك يا فندم، انا تحت امرك. اتفضل. اذن اتفضل. اذن يا فندم. ما تلحقي تشوفي المصيبه اللي بره دي. ايه في ايه؟ الناس هتكسر الصاله لما شافت الرقصات عمالين بيرقصوا وهم لابسين من خدهم لرمحهم. ايوه طبعا. الناس جايه تتفرج على رجلان ولا على جلدان؟ شوف اقول لك بقى، مفيش غيرك انت هو اللي يقدر يعدل دماغ الراجل ده. هديلك 100 جنيه. كده؟ طيب اسمع بقى، هات لنا كام ازازه ويسكي على ازازتين شمطانيه وحط ثانيه يا ملاك. شد حيلك عادي، يلا. استغفر الله. يا لطيف. هو انت كل ما تشوفني تقول يا لطيف، هو انا عفريت؟ بالعكس، هو في عفريت حلو بالشكل ده. اي خدمه؟ اي افندم. عايز اقعد معاك شويه. ايه لوحدنا؟ طبعا لوحدنا. لا يا لطيف.
بشر. وخير قوي، خير جدا. ايه ده يا راجل، ده مش تكح قبل ما تخش؟ يا حلو يا حلو، اهو كده. ايه موضوع شغل؟ لا موضوع حلم. الله حلم الله. طب حلمك عليها شوية. صفر الله صفر الله. اسمع ما اقولك بقى. اولا ما سألت العريسوس والخروب دي لازم تكنسلها من المحل. اللي تعب اخرس، اوعى تجيب السيرة دي تاني. تدوقت الويسكي؟ اعوذ بالله، حاشا لله حاشا لله. ده هو ايه؟ صفر الله صفر الله صفر الله صفر الله صفر. لا لا استغفر الله استغفر الله. زفت زفت اسرع زفت. ما يهمكش دوق ده. بطل زفت. مريح 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 مريح. طب خد لم بأس. صبوا مش بطال. هات حاجة لطيفة أوي. يا جمل يا جمل. اسمع أفندم أفندم، العرقسوس ده تشيله وترميه برا من هنا خالص، فاهم؟ أنا فاهم أهو كده اتعدل. وأنا ده أنا اتعدل؟ اعدلني أنت أهو. أنا أعدلك أهو. تيجي نرقص؟ معرفش. أعلمك تعال. يا شيخ طاهر زعل عامل عفيت نسوان. ما تكوني تنام انت يا ماما، انام ازاي يا بنتي وابوكي ما جاش من بره؟ يا ترى انت فين يا طاهر؟ في مؤتمر تطهير الاخلاق، مش هو بيقول كده؟ بس لو كنت اعرف المؤتمر ده فين كنت رحت اطمنت عليه. اطمني يا ماما، قومي نامي واستريحي، ده النهار قرب يطلع. الباب بيخبط. لازم بابا هو اللي جه. قال اني فكت الكياس تفوت اللي ايه ده، مالكوا واقفين زي الواح كده؟ ما ترقصوا. يا طاهر مؤتمر ايه ده اللي كنت فيه؟ كنت في مؤتمر الانس ومؤتمر الظرف كله. ارقص يا وليه ارقص. ارقص يا اخي رقصت عليك بطنك. بلاش انت ارقص، انت يا بنت انت بنت مودرن، انما امك وليا هيروغليفي من بتوع الاثار عندها 4000 4000 عفريت لما يركبوا جثتك. انت جالتي يا راجل، ايه الكلام اللي تقوله ده؟ بذمتك في حد في القرن العشرين يلبس الملابس القذرة دي؟ فين الدلعات العريانة؟ فين الصدر اللي زي بلاط الحمام؟ ها نو يا ريتك السودا يا طاهر، ده انا هبلغ عنك مستشفى المجازيب. وانا هبلغ عنك مصلحة الاثار. يكون في عينك انا ما اقدرش اعيش في بيت مقرف زي ده، ما اقدرش اعيش في عرافة. انا عاوز ضحك، عاوز هيصة. هيصة؟ ده انت عاوز المستان بقى انت يا راجل يا صالح يا طاهر يا بتاع السبحة والسجادة. فقولي كلام الفارد ده. انا مزاجي كده، كيفي كده، عبك على كده. لا خلاص مش هشوف خلقتكم، مش عاجبتكم. هي نو ده في وجع امي. يا بنتك السودا يا طه، يا دي الفضيحه، انا مش يا دي الجرده، يا بزارة عقلك يا طاهر. بس يا ماما يا بزارة عقلك يا طاهر. ايه دي؟ الورقة الله. أيوة شبكة خطوبتنا. أنت عايز تتجوزني؟ وأتجوز أبوكي. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. أنت في الحقيقة الإنسانة الوحيدة اللي فتحت عينيا لجمال الدنيا ونعيم الدنيا. يا حبيبي. إيه موافقة؟ إلا موافقة طبعا موافقة، ده الحلم الجميل اللي كنت بتمناه. طب وإمتى نحقق الحلم ده على يد المخزون؟ من بكرة إذا حبيبي. طب وليه ما تكونش من دلوقتي ده؟ مين؟ أنا جاية حالا عن إذنك يا حبيبي. اتفضل. بالخير يا كنتات. سيبني مش فاضيالك. من فضلك كلميني من غير علاقة. من فضلك تكلم مرات خالك بأدب. مرات خالي؟ قصدك مين؟ أنا الشيخ سليم. خالي هيتجوزك؟ أيوة بكرة عقبال عندك. Thank you.
بايت محتار والورد الاحمر قالت في النار والنرجس يبكي باعك انذار يا دمر حينا كيد الازهار السعيدة دي. يلا حبيبي. يلا على فين؟ على المأذون طبعا. مأذون؟ امت نعيش صبا صبا ميتابات مع نبات. ونخلف صبيان وبنات. وكلها بنت الأملاك والعمارات. يلا حبيبي. يلا عروستي. أي أي. يا نفوخ. بابا يتجوز رقاصك مش معقول مش معقول ادي اللي كان ناقص ادي اللي كان ناقص طب ونعمل ايه نعمل ايه مفيش غير نروح للاد الكباريه ونخطفهم من هنا ولما يطلعوا لنا بتوع الكباريه ويمسكونا يرنونا العلقه يبقى ازاي بقى خيلتوني هدى عندها حق يا مرات خالي احنا لازم نروح الكباريه ونرجعوا العقل وانت لازم تيجي معايا يلا البنت تمشيها يا هدى افن خير ان شاء الله انا جاي لك في مساله انسانيه انا خدمت الانسانيه افندم الاستاذ طاهر عبد الظاهر ده الليله دي انثى قوي سكران طينه وحاجه حلوه قوي يا خرابي يعني سكران طينه تصوري بقى راجل زي ده كان صاحب مركز محترم صاحب مبادئ صاحب مقام صاحب هيبه يسكر ويهلس بالشكل ده ويشتغل مدير كباريه الدنيا على دي ودي ثم ايه اللي مطلوب مني انا اعمله عايزك تساعديني علشان نرجعوا العقل نرجعوا البيت ونرجعوا المبادئ لكن ده عليه ليا كمبيالات ب 10,000 جنيه، لا يدفع لي 10,000 جنيه، لا يتنازل لي عن الكباريه. يا مصطفي يا مصطفي، ومديكي كمان كمبيالات. خلي المسألة دي عليا أنا، بس أرجوكي تساعديني على نجاح الخطة المرسومة. وإيه بقى يا سيدي بقى الخطة المرسومة؟ شوفي بقى. يا يعني نبيل انا برضو ليا قلب وعندي نوم عفوتي دقيقة واحدة هو 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 نفتح هو انت تقعدي هنا هو ما ترديش انا اللي هرد وهقف ورا البرافان طيب طيب عوالي عوالي اتفضل انا اموت في الكريم مصرتي اهلا وسهلا اهلا بيك يا حلوة ايه ده انت ورمتي ولا وليه معموله من الموز يا دهوت على دراعاتك اللي زي دراعات كيلو بطر يلا بينا بقى نتفسح نتفسح ساعه واحده بعد نص الليل ما انتش خايف من المراه يا شيخ انا قايليها ب 60 نيله دي وليه منيلك قد وليه الاذيه دي بس كلها كده طب هاتي بوسه بقى تعال هنا واحتف ايدي يا فلاتي يا خباط يا نهار اسود انت صالحه ولا انا اللي
شارب نبيت وشي. انا صالحه. اي تعال هنا مره ليا. حضرتك منبر للفضيله وانت منبر للجيره. انا حرام عليك الحقوني. اتفضل. دول كلامنا يا بابا، جايين يدوروا عليك. تبقى عليك يا استاذ. شد حيلك. استغفر الله يا ولدي، استغفر الله. شد وتهون يا استاذ. شد على الله يا ابني. استغفر الله يا ولدي. المؤمن المصاب يا استاذ. الله يخليك، خد رايح تقعد يا خدمة. استغفر الله يا ولدي، استغفر الله. ده واجب علينا يا استاذ نسال عنك. الله يخليك، انا متشكر قوي على سؤالكم عني. انت بركه الحته كلها، انت من اولياء الله الصالحين. الله يولي لك يا ابني، الله يولي لك. ربنا ما يحرمش الحته من بركتك وتقويتك. امين. ربنا يجازي اللي كان السبب. على العموم احنا عارفينهم. عارفينهم؟ اه، عارفين اللي حصل واللي جاب. عارفين ايه؟ الناس اللي ما لهمش شغله طول النهار غير سيره الناس. وجابوا سيرتي؟ حد يصدق اللي بيقولوه؟ دول عايزين قطع لسانهم. وبيقولوا ايه؟ كلام ما يخشش العقل ابدا. هو معقول راجل زيك بيصلي الوقت بوقته والنور والصلاح مرسومين على وشه يروح كبريهات وصلاه راس؟ بابا راجل صاحب مبادئ، ده سمعته زي الفل. ما احنا عارفين يا ست هدى، حد يصدق كلمه فارغه تتقال عليه؟ انا متشكر خالص يا جماعه. نستأذن بقى. تستأذن مين؟ لا والله. سلام. اقعدوا اشربوا القهوه. سلام مين؟ لا معلش. اقعدوا اشربوا القهوه. ايه ده؟ لا يمكن. لا يمكن. والنبي ما تجيش. لا والله. ده علشان الحطمه والدواء. هي نوايا جسد الزين والناس لبعضها يا طاهر افندي، واحنا جيران يعني. السلام عليكم. متشكر خالص. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. السلام عليكم. استغفر الله يا ولدي، استغفر الله. مع السلامه يا ابني. يا سلام، شايفه ناس بسطاء صحيح، انما قلوبهم كريمه. اهم دول الناس الطيبين اللي بيحبوا الفضيله والاخلاق، بيحنوا على الجار ويساعدوا المحتاج. وبيحترموك قوي يا بابا، بيدافعوا عنك. والله يا بنتي انا مكسوف من نفسي. على العموم ربنا يجازيهم على معروفهم. الناس اللي زي دول بيعجبوني جدا. بيجاروا العصر اللي عايشين فيه لكن مع التقوى والفضيله. بيمتعوا نفسهم بالمتعه الحلال. والله ده كلام معقول. الانسان لازم يجاري الزمن اللي هو عايش فيه، بس يمشي دغري. لا يحود يمين ولا شمال، يعني يخاف من ربنا. ياك تكون اتعلمت من اللي جرالك. ما دام هترجع فقير يا خالي بقى، اسمحي اطلب ايد هدى. لا 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 يا بلا، لا لا لا، انت ولدت الفهم بتاع كبريهات. ما هو الحال من بعضه يا خالي، هو الاستاذ فاضل برضه مش بيروح كبريهات؟ الاستاذ فاضل بيروح كبريهات؟ ايوه، هما الاثنين متخرجين من المدرسه اللي انا كنت ناظر بتاعها. لكن يا نبيل لازم تغير حياتك كلها، لازم تبطل السهر والعربده. انا هعمل كل جهدي عشان يحبك. مبروك عليكي، خش انت كمان في هيئة الفرح. اشكرك يا بابا. اشكرك يا خالي. العفو يا ابني. ما دام رجعت لعقلك يا طاهر، انا كمان سامحتك. وانا كمان سامحتك. بوس. فتح يا فضيلة.